السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي هنشوف إزاي نحط صورة مصغرة على الفيديو في اليوتيوب. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الجوجل. نكتب يوتيوب. نجيب هنا القناة. بعدين نجيب مدير الفيديو. هنا دي الفيديوهات مثلا الآلة الحاسبة. تعجيل، نضغط هنا تعجيل. بعدين صور مصغرة مخصصة، مثلا دي بتحمل اهي. هو اول ما بتحمل الفيديو على اليوتيوب هو بيجيب لك 3 صور، انت تختار منهم واحدة. مثلا انت مش عايز تختار ولا واحدة منهم، او مثلا اي حاجة تانية خارج الفيديو. فمثلا اهو كده انا حطيت مثلا دي. بعدين حفظ التغيرات. بعدين إعادة التحميل. هنا لو عايز تغير، لو حبيت انك تغير الصورة تاني ممكن تغيير الصورة، وبعدين تحط اي صورة تانية بدلها، اي صورة من الصور. يا رب يكون الشرح عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.